تقول السائلة: ذهبت إلى بيت العزاء، فلما رجعت قالوا لها: إن الذي عزيتيه منتحر، يجب عليك صيام 3 أيام، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هي فعلت الأصل، وأن المسلم يعزى به، فهي فعلت الأصل ولم تخطي. وكونه انتحر لا يخرجه من الإسلام، كونه انتحر هو مسلم لكنه فعل جريمة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته، ولكن يعزى به أقاربه. نعم.